l'occasion aussi pour moi de saluer l'engagement et le rôle primordial du Comité permanent des finances qui contribue à l'amélioration de la cohérence et de la coordination du financement de lutte contre le changement climatique. اليوم تنعقد اللجنة الدائمة للمناخ وتعبئة الأموال بالمغرب بعد النجاح الذي حققته بلادنا في انعقاد المؤتمر المناخي 22. هذا المنتدى في دورته الخامسة له رهان أنه يكون واحد الإجماع حول آليات تشاورية من أجل تعبئة الأموال القادرة على إحداث واحد التعبئة جماعية من أجل أن تكون تعبئة مالية سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص من أجل مواجهة التحديات المناخية خاصة فيما يتعلق بتأهيل البنيات التحتية، لأن اليوم لابد العالم كله، هذا هو موضوع المنتدى، أن يتعبأ من أجل أن تكون لنا بنيات، العالم كله بنيات تحتية مقاومة للمناخ. الدول اللي كتهمها هذه الإشكالية خصوصا هي الدول اللي في طريق النمو والنامية والدول الإفريقية، وبالتالي اليوم يراهن المنتدى على أنهم يخرجوا توصيات يرفوها في قرارات الكوب 23 من أجل أن تكون مشاريع قرارات على أساس أن تكون تعبئة كذلك تنقص من الفارق اللي كاين بين التعبئة بين الأموال اللي خاصة العالم باش تكون بنية تحتية مقاومة يعني للمناخ خاصة في الدول الإفريقية والدول النامية الدول والماليات المعبأة اللي هي لا زالت يعني غير قادرة لأن تواجه إشكال حقيقي اللي له دابا رهانات سواء اجتماعية، له رهانات بالهشاشة وله رهانات خاصة بسوء التغذية.